وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. دكتور علاء، بعد التحية، يعني كيف تقرأ التعاون بين مصر والأمم المتحدة في إطار قضية التغير المناخي ولقاء السيد الرئيس اليوم بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ السيدة باتريشا إسبينوزا؟ طبعا السيد الرئيس بيأخذ دايما اجتماعات مع المسؤولين سواء في الامم المتحده او الدول الفاعله في التغيرات المناخيه، ودي مش جديده على سيادته، يعني بيعملها دايما. طبعا الامم المتحده بتهتم جدا بموقف مصر وتؤيده، لان حتى احنا انطونيو غوتيريش لما كان موجود في مؤتمر 26 يعني اعلن ان هو عنده احباط واحبط مما تم من مجموعه ال 20 لعدم برضه تبنيها اللي هو صرف او ال 100 مليار دولار سنويا للدول الناميه، وان كان الامل لم يتم معه. وبالتالي الامم المتحده وجدت ان مصر من اهم الدول في المنطقه ومن اكثر الدول اهتماما بالتغيرات المناخيه واستخدام الطاقه النظيفه والمتجدده. مصر النهارده من افضل 20 دوله على مستوى العالم في انتاج الطاقه الجديده والمتجدده، احنا عارفين من طاقه الشمس او الطاقه الشمسيه في اسوان محطه تبان، وعندنا برضه في منطقه البحر الاحمر جبل الزيت والزعفرانه طاقه الرياح، بجانب ان مصر مقبله ان شاء الله السنه الجايه في بدء انتاج السياره الكهربيه على كل ده يقلل من الانبعاثات الحراريه المسببه الاساسيه للتغيرات المناخيه وهو الوقود الاحفوري والفحم والبترول. فالامم المتحده طبعا سعيده جدا بان مصر يعني بتاخد اتجاهات قويه جدا، وبعدين مصر ليها تاثير كبير جدا. صحيح. في القاره، يعني مصر, يعني مصر ايضا هي الممثل القاري للقاره الافريقيه في هذه القمه المرتقبه كوب 27. وسؤالي لك دكتور، يعني الاجنده الخاصه التي تحملها مصر لكي تمثل قضايا القاره الافريقيه المناخيه والشواغل التي هي تتصدر اجنده البيئه بالقاره الافريقيه؟ طبعا، وده موجود مش الدول الافريقيه بس، على فكره مصر شايله اجنده الدول الناميه كلها. يعني الدول الناميه كمان مش الدول الافريقيه. صحيح. فقط. صحيح. يعني دايما السيد الرئيس يتكلم عن الدول الناميه ويتكلم على الدول الافريقيه. فالنهارده ان شاء الله في كوب 27 اللي هياخد ان شاء الله في نوفمبر السنه دي، انا حاسس ان هو هيبقى فيه ليه تاثير كبير جدا على دول العالم. لسبب، يعني احنا في كوب 26 الرئيس الروسي والصيني ما راحوش ولا بيهتموا، واستراليا لم تهتم بشكل كبير، والبرازيل رئيس البرازيل ما راحش برضه، لكن احنا لينا علاقات طيبه جدا. السيد الرئيس له علاقات طيبه جدا مع الصين وروسيا وجميع دول العالم، وبالتالي هيكون له تاثير على الاقل في حضور ويكون حضور فاعل لهذه الدول، وبالتالي هتكون ان شاء الله قرارات كوب 27 اللي هو في شرم الشيخ، اللي هو مصر من اكثر من سنه بتجهز ليه. يعني قبل ما ناخد استضافه كوب 27 مصر بتجهز، لان مصر كانت واثقه ان هي هتكسب ان هي استضافه المؤتمر، لانها عارفه قيمتها بالضبط في العالم، والعالم برضه بيقيم مصر عندما الدول الكثيره الفاعله في التغيرات المناخيه وفي الحد من اثار التغيرات المناخيه. الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.